هل يمكنكم أن تخبروني بصراحة لماذا لم تنقلوا الأخبار عن ذلك؟ ألستم ملتزمين بمبادئ الموضوعية والشمول وعدالة في إعلام الصحفي؟ عندما ينشر ما لديه أغراض خفية أكاذيب حول شينجيانغ تنقلونها بحماسة بالغة، وعندما تظهر الحقائق أمام الناس تبعدون عنها مما تقلقون ومما تخوفون. ألا تريدون بالفعل إعادة التفكير بعقل هادئ؟ قدمت خوا تسونغ يين المضامين الرئيسية للفيلمين الوثائقيين، مشيرة إلى أنهما كشفا الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية بحقائق غير قابلة للدحض، وكذلك جهود الصين في مكافحة قوى الشر الثلاث.